كلنا عارفين ان محمد صلاح سنة 2011 كان ممكن ينتقل الى الزمالك، ولكن ممدوح عباس اللي كان رئيس الزمالك في الوقت ده رفض بحجة ان هو لاعب اناني ولسه بدري عليه، وكان بيفضل انتقال النني من المقاولين العرب عن انتقال محمد صلاح. المفاجأة بقى ان الاهلي كمان كان هيضم محمد صلاح وهو اصغر شوية سنة 2008 لما كان عنده 16 سنة. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بنادي الاهلي كشف عن القصة دي وقال ان وصلتنا اخبار ان في لاعب مميز اسمه محمد صلاح في المقاولين العرب وقلنا نروح نشوف، وراح مع عدلي القيعي في ماتش الاهلي تحت 16 سنة واتفرج على المباراة. والمفاجأة ان الاهلي يوميها خسر 5-1 وصلاح لوحده احرز 4 اهداف. فراح عبد الحفيظ اتكلم مع لجنة كرة القدم اللي كان فيها محمود الخطيب، ووعدوا محمود الخطيب ان هو هيروح يتكلم مع مجلس ادارة المقاولين العرب، والخطيب بالفعل اتفق على جلسة مع المقاولين العرب علشان يضم محمد صلاح. لكن شريف حبيب اللي هو كان رئيس مقاولين العرب في الوقت ده رفض التفريط في صلاح وقال لإدارة نادي الأهلي إن هو بيفضل احتراف صلاح إلى أوروبا. وبالفعل صلاح احترف في أوروبا سنة 2012 وابتدى مسيرته بنادي بازل السويسري، بعد كده تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وبعد كده انتقل إلى فورنتينا وروما في إيطاليا قبل ما ياخد الخطوة الكبيرة بالانتقال إلى ليفربول سنة 2017، واللي بيقدم معاه مسيرة أسطورية دلوقتي. فهل لو صلاح كان انتقل للأهلي أو للزمالك كان ممكن يحترف في أوروبا؟